الظهيرة مباشرة على الأولى، أهلا بكم، وهذه أبرز عناوين النشرة. قافلة طبية متعددة الاختصاصات لفائدة ساكنة جامعة تيزي أوسلي بإقليم تازة في إطار برنامج رعاية الذي أطلقته وزارة الصحة لمساعدة ساكنة المناطق الجبلية التي تعاني من موجة البرد الشديد. دور الأمومة في المناطق الجبلية البعيدة تلعب دورا كبيرا في مساعدة النساء المقبلات على الوضع وتقريب الخدمات الصحية منهن، والنموذج نتابعه من دار الأمومة بمنطقة ريكا بإقليم الحوث. وبنادي الفلين للرماية والترفيه بيسالا توصلت اليوم منافسة الدورة الثانية لجائزة المغرب الدولية الكبرى للرماية الرياضية التي تعرف مشاركة أكثر من 200 رامي ورمية من 23 بلدا. أهلا بكم. الأجواء الباردة تستمر مخيمة على بلادنا، وفي التوقعات اليومية لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية سيظل الطقس باردا بمناطق الريف والأطلس والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفات والماس، وباردا نسبيا بكل من السايس والجنوب الشرقي والسهول المتواجدة غرب الأطلس، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 درجات تحت صفر ودرجة واحدة بالمرتفعات وبالهضاب والهضاب العليا الشرقية، وما بين درجة وثماني درجات بالسايس وبالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسهول الداخلية غرب الأطلس وبهضاب الفوسفات. وفي أجواء هذا الفصل البارد وفي إطار برنامج رعاية الذي أطلقته وزارة الصحة لفائدة المناطق التي تعاني من موجة البرد الشديد، نظمت المندوبية الإقليمية للصحة بإقليم تازة قافلة طبية متعددة الاختصاصات بجامعة تيزي أوسلي، قافلة تهدف إلى تعزيز العرض الصحي وتوزيع الأدوية على المرضى في هذه المنطقة الجبلية. نبيلة كوميمي، مصطفى زاهري، وحنان بن جلول. هنا بجامعة تيزي أوسلي بإقليم تازة قافلة طبية متعددة الاختصاصات، قافلة استفاد منها ما يقارب 1500 مستفيد من تحاليل مجانية واستشارات طبية لمختلف الفئات العمرية. 1472 مستفيد من استشارات طبية اللي منها اختصاصية ومنها طب عام. كنذكروا بالأخص طب يعني اختصاص طب التوليد والحوامل، طب العيون، طب الحنجرة والعنق والرأس، طب الأطفال، طب الصدر ومسالك التنفسية. دوزت عند الطبيب واستقبلني مزيان، عطاني الدواء، قال لي شنو عندك في الاخر في الولدين ديالك، ونصحني عطاني واحد النصيحه باش نقص شويه من الملحه ونتمشى شويه مزيان. سمعت قالوا لينا المدير بان غادي تجي قافله طبيه، وجيت باش نشوف واش كنشوف مزيان. كما شكلت هذه القافلة فرصة لتقديم استشارات بالنسبة للأمراض المتعلقة بموجات البرد الحادة التي تعرفها المنطقة، فضلا عن توزيع كميات مهمة من الأدوية. الحالات اللي كنلقاو الأكثرية متعلقين بحالة الطقس بالبرد، دونك اليوم اللي شفت بزاف ديال الأطفال اللي المشكل ديالهم الأساسي كان التهاب ديال الحلق الحلاقم، التهاب ديال الودينات، ومن الناس الكبار الأكثرية كانوا كيعانيوا بمرض الروماتيزم. مريضة وجيت ندوز وناخد الدواء، وعطاني الطبيب هاد الورقة هادي فيها الدواء، نمشي ناخد الدواء عندهم فرماسيا. هي مبادرة طبية من أجل تعزيز العرض الطبي في المناطق التي تعرف موجات البرد الحادة. طاقم طبي وشبه طبي ساهموا بتقديم خدماتهم لساكنة هذه المنطقة الجبلية. في ظل موجة البرد الشديد التي تعرفها المناطق الجبلية، ونظرا لصعوبة التنقل في المناطق النائية بالخصوص، يبرز الدور الكبير الذي تلعبه دور الأمومة في إيواء النساء الحوامل والنساء المقبلات على الوضع وتقريب الخدمات الصحية من هذه الفئة. النموذج من دار الأمومة بمنطقة أوريكا بإقليم الحوث في روبورتاج سمية بالعياشي ومحمد حسن مسكور.
الدار تعد فضاء استقبال نموذجي للنساء المقبلات على الوضع، وافدات يأتين من 7 جماعات قروية، علما بأن جماعة أوريكا لوحدها تضم أزيد من 50 دوارا جبليا. مزيان تتعمل الفرمليات مزيان، وفيها كل شيء، فيها الفراش، فيها كل شيء. الحمد لله مغدي اللي راه تربو. الحمد لله وجدنا هنا كل شيء، الوسائل الضرورية للعناية بنا والعلاج وأدوية، والكل هنا في خدمتنا. هم لك الحمد، راهي خصيات تهلا لقينا الطبيبات المزيان، هم لك الحمد. النساء الحوامل تتنفسن الصعداء بمجرد أن تطأ أقدامهن فضاء الدار، حيث يجدن في استقبالهن متطوعات من المجتمع المدني لا يدخرن جهدا في تحقيق الراحة لضيفات تتوجب العناية بهن أكثر في ظل تدني درجات الحرارة. جيت البارح ولت هنايا بخير الحمد لله، تهلاو فينا الحمد لله، كل شيء كاين الحمد لله. كيجيو عندنا العيالات الحاملات، ممكن يجيو عندنا حتى 15 يوم قبل الولاده، ممكن تجلس عندنا 12 شهر على حسب سميتو، حيت هنا كتلقى كتكون قريبه للمركز الصحي، وكتكون تحت الرعايه الطبيه ديال سميتو ديال الناس ديال الصحه، وفي نفس الوقت كنوفروا لهم الايواء المكان، يعني بحال جالسه في دارها. اما الخدمه الطبيه فهي تشمل كذلك فحوصات ما قبل الوضع ومتابعه حاله المراه النفساء بعد وضع مولودها. هناك الولادة وتتبع هذه السيدة هي والرضيع ديالها على مدى 3 أيام، لأن هي كتلقى العلاجات، والدور ديالو حتى الرضيع كيتلقى العلاجات، وكنشوفوا الحالة ديالو. إلا كيستدعي أي تدخل طبي راه كيدخل الطبيب بالنسبة لنا هنايا في المركز الصحي. إلا كانت الحالة ديالو شوية سيئة راه هو كينتقل لمستوى أعلى اللي هو في مراكش، أو على مستوى لوبيتال فتح النوت. هي مؤسسة رعاية اجتماعية بأجواء عائلية مميزة، إذن دأبت منذ تأسيسها سنة 2005 على استقبال نساء حوامل يغادرنها فرحات بموالدهن حاملات لذكريات جميلة عن أيادي بيضاء مدت لمساعدتهن. في موضوع آخر، أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن عملية تلقيح القطيع الوطني من الأبقار ضد مرض الحمى القلعية لا تزال مستمرة في جميع جهات المملكة لتغطية مجموع القطيع، وقد مكنت الحملة التي انطلقت الشهر الماضي من تلقيح أزيد من 500,000 رأس من الأبقار ضد هذا المرض. وأضاف بلاغ المكتب أنه فيما يخص بعض الأقاليم التي سجلت بها حالات للحمى القلعية، فقد وصلت نسبة تغطية تلقيح القطيع إلى 45% و43% و30% على التوالي بأقاليم خريبكا، الفقيه بن صالح وسيدي بن نور. ومن بين الإجراءات التي يتم القيام بها من أجل القضاء على البؤر والحد من انتشار هذا المرض، يضيف بلاغ المكتب تنظيف وتطهير الضيعات المعنية بمواد مطهرة، واحترام تدابير السلامة البيولوجية لدخول وخروج الأشخاص منها، وكذا إتلاف ودفن جميع الأبقار والحيوانات الحساسة للمرض المتواجدة بالضيعة المعنية. نستهل جولة الأنباء الدولية من اليمن، حيث تعقد اليوم لجنة إعادة تنسيق وإعادة الانتشار ومراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غربا، اجتماعا مع ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين على متن سفينة أممية قبالة ميناء المدينة الساحلية. الاجتماع يركز على تعزيز وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية، وكذا على ملف الانسحاب من المدينة والموانئ تنفيذا لاتفاق السويد.
وفي مستجدات الأزمة في فنزويلا، وبينما تستمر الضغوط الداخلية والخارجية على الرئيس نيكولاس مادورو للتنحي عن منصبه، تنتهي اليوم مهلة حددتها 6 دول أوروبية للدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة، وإلا فإنها ستعترف بإخوان غوايدو رئيسا للبلاد. فرح سعف. ورقة الجيش التي كانت حتى الأمس القريب رابحة في يد نيكولاس مادورو أضحت اليوم محط تشكيك. فبعد حديث الرئيس الفنزويلي بالنيابة عن عقده لقاءات سرية مع قادة في الجيش، من الواضح أن الخطاب الذي وجهه خوان غوايدو للقوات الفنزويلية وجد آذانا صاغية في صفوفها. أتوجه إليكم لأؤكد أنني ضد نظام نيكولاس مادورو الدكتاتوري، وأنني أعترف بخوان غوايدو رئيسا للبلاد. شعب فنزويلا يجب أن تعلموا أن 90% من القوات المسلحة ليست مع الدكتاتور بل مع الشعب. ومع تواصل تآكل نظام مادورو من الداخل، تنتهي اليوم المهلة التي أعطتها 6 دول أوروبية للإعلان عن انتخابات رئاسية جديدة أو الاعتراف بخوان غوايدو رئيسا للبلاد. فيضانة غير مسبوقة منذ حوالي قرن تشهدها المناطق الشمالية الشرقية لأستراليا. فيضانة حولت الشوارع إلى أنهار وأجبرت الآلاف على مغادرة منازلهم. وعادة يشهد شمال أستراليا الاستوائي هطول أمطار غزيرة خلال هذه الفترة من العام، لكن الأمطار هذه المرة تجاوزت المعدلات الطبيعية. وبعد 8 أيام على كارثة انهيار سد منجمي بولاية ميناس جنوب شرق البرازيل، أعلنت السلطات عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 121 قتيلا، فيما لازال أكثر من 220 شخصا في إعداد المفقودين. وحسب مصالح الإطفاء فإن عملية البحث همت أمس المنطقة التي كان يتواجد بها مستودع ملابس لعمال شركة دمرت مقرها بالكامل إثر هذا الحادث. وفي حوادث القطارات بالهند، لقي 6 ركاب على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح اليوم بعدما خرج قطار سريع عن سكته في ولاية بهار، وكان معظم الركاب نائمين عندما خرج القطار عن سكته أثناء توجهه إلى نيودلهي. وحسب تحقيقات الأولية فإن الحادث نجم عن شرخ في السكة الحديدية. الفنان المغربي المقيم في هولندا رامي لاباش لحادثة سير خطيرة على الطريق الرابطة بين وجدة والناظور على مستوى جماعة قرية أرجمان، أدخل على إثرها إلى إحدى المصحات الخاصة بوجدة. حالته الصحية الآن مستقرة ويتطلع إلى العودة سريعا إلى الساحة الفنية. طاقم الأولى محمد بلاوي ورشيد العتابي زار الفنان بالمصحة وعاد بهذا الروبورتاج. بهذه المصحة يرقد الفنان رامي لاباش بعدما تعرض لحادثة سير خطيرة أجريت له عمليات جراحية كللت بالنجاح بعدما أصيب بكسور على مستوى العمود الفقري والعنق وصدمات على مستوى الكلى. حالته الصحية الآن هي مستقرة. كان واحد لي فراكتور كان او نيفو دو L3 لا فيرتيب L3 عنده او ميم طون اون كونتيزيون رينال دروات كي تي على اوريجين دون ايماتوري ماكروسكوبيك. En même temps, on a eu des contractures, jamais à la gisme dialo, ou surtout flangra dialo. تفاصيل الحادث ما زالت راسخة في أذهان رامي لاباش. رغم المعاناة والألم معنوياته مرتفعة ويتطلع العودة سريعا إلى الساحة الفنية وملاقاة جمهوره. كانت الشتاء كطيح، كانت 7:30 بالضبط آخر مرة شفت فيها التليفون ديالي، يعني مورا غير اللي تعيني شفت حسيت بالطوموبيل كتزلق من اليمين ديالنا الى اليسار الجهه، يعني الجهه المنعكسه، يعني الجهه اللي كيجيو فيها الطوموبيلات الاخرين. الشوفير شد الفران، ما كانتش الشتا بزاف، زلقت بين الطوموبيل، يعني ديك سكوند ولا دو سكوند دخل فينا السيد من تما.
رامي لاباش هو فنان مغربي مقيم بهولندا، هو أحد أبناء وجدة الذين يبدعون في سماء الأغنية العصرية الشبابية، فأغنية جابت لي هدية هي آخر إنتاجاته الفنية. رياضيا وبنادي الفلين للرماية والترفيه بسلة، تتواصل منافسة الدورة الثانية لجائزة المغرب الدولية الكبرى للرماية الرياضية التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للرماية الرياضية إلى غاية 8 فبراير الحالي. هذه الدورة يتبارى فيها 222 راميا ورامية من أهم المدارس العالمية يمثلون 23 بلدا، وتعتبر هذه الدورة مدخلا للتحضير لخوض استحقاقات دولية مقبلة، خصوصا المباريات التأهيلية للألعاب الأولمبية. سعيد أنيس، العربي النهري، وأمين شرقوي. منافسات اليوم الأول كانت مخصصة لمسابقة التراب الذي يتطلب إصابة 75 صحنا بخرطوشتين اثنتين في ثلاث دورات بالنسبة للذكور والإناث معا، وهي مسابقة أجريت في الحفر الأولمبية، واشتدت المنافسة لتحسين معدل الرماه بين أبطال المغرب، كازاخستان، الجزائر ومصر. مسابقة تراب 125 تعتبر من أقوى المسابقات في الرماية الرياضية. والله مشكلة بس في ان كان الجو كان صعب الصبح ومطر وكده، بس بصفة عامة طبعا بطولة قوية جدا والناس كلها أدت أداء مشرف يعني وأكثر من قوي. على صعيد الإناث احتدمت المنافسة بين راميات إيطاليا، كازاخستان، إسبانيا، الكويت والمغرب. جديد هذه الدورة هي تساوي المسابقة فيما يخص عدد الصحون بالنسبة للإناث والذكور، وصل عددها 125 صحنا على 5 حفر. اليوم الأول إذن استطاع رماة المنتخبات المشاركة جس نبض وتحقيق معدلات مناسبة استعدادا للنهاية يوم غد. يذكر أن أحسن معدل سجل خلال الدورة السابقة للجائزة الكبرى وقعه المغرب الحاج علي يونس بمعدل 123 صحنا على 125. نهاية الغد توعد بالمفاجآت خصوصا بعد دخول الرماة الأولمبيين والعالميين للظفر ببدالية هذه المسابقة الأولمبية. وللحديث عن هذه المنافسات تنضم إلينا مباشرة من نادي الفلين بسلة البطلة في الرماية الرياضية ابتسام مريغي. مرحبا بك ابتسام، وبداية هي تظاهرة دولية كبيرة يشارك فيها أحسن الرماة على الصعيدين العالمي والإفريقي. كممثلة للمنتخب المغربي، ما هو تقييمك لهذا الحدث الرياضي الكبير؟ السلام عليكم. هذا شرف لنا الحمد لله اللي كانت واجده في هذه المباراة بهذا الحجم، هذا اللي شرف عليها شرفت عليها الجامعة الملكية للرماية. يعني المباراة في هذا الحجم هذا هي مباراة يعني جد مميزة، واللي احنا تنحرصوا فيها على يعني استقبال الرماة في احسن الظروف، وتنشرفوا على يعني المباراة حتى هي تدوز في احسن الظروف. اذا ابتسام نعم نعم ابتسام إذن ابتسام المغرب ممثل في هذه البطولة بأحد عشر من الرماة، كيف ترين حظوظ المشاركين المغاربة علما أن المغرب يتوفر على أحسن الرماة على الصعيدين المغاربي والعربي؟ كيف ما تنعرفوا بأن الدورة الأولى ما شهدتش يعني مشاركة العديد من الأبطال، بس هاد المرة هذه الحمد لله يعني ثلاث أضعاف المشاركين حرص عليهم هاد العام يعني هاد البطولة هذه، ويعني تم استقبال أبطال كبار وأبطال أولمبيين اللي كيجاوب يعني وكي كيجاوب على هاد المباراة هذه اللي كتدوز في أحسن ما يرام، ويعني النظام هو كان ممتاز، وهذا شرف لنا، والعديد من المشاركين ومن الأبطال كانوا كيتسناو هذا الموعد هذا ولهذه المباراة إمتى يمكن لها تكون، ويعني كان تم الجواب من أحسن من الحسن إلى أحسن.
نعم ابتسام، كيف ترون أو كيف تجري المنافسات بنادي الفلين للرماية، علما أن هذا النادي مصادق عليه من طرف الاتحاد الدولي للرماية الرياضية ويعتبر مفخرة للمغرب؟ نادي الفيلين أصبح من النوادي المعروفين عالميا ومصادق عليه الاتحاد العالمي للرياضة، ويعني لأنه تيجريو فيه مباريات عالميين مثل هذه المباراة هذه اللي تم الإقبال عليها بشكل كبير وأكثر من السنة الماضية، فيه يعني لي ماشين الحكام الرومات يعني كيشرفوا عليها، وبهذه المناسبة هذه كيتم الشكر للجامعة الملكية اللي الرئيس ديالها هو صاحب سمو الأمير مولاي رشيد، والدعم يعني الدعم اللي كان ناخده من عند الناس واللي تيحرصوا علينا، وهذا شرف لينا. نشكرك على كل هذه التوضيحات ابتسام مارغي، البطلة في الرماية الرياضية، كنت معنا مباشرة من نادي الفلين للترفيه والرماية. بالسلام. وفي الرياضة البحرية، نظمت الجامعة الملكية المغربية لركوب الموج حفلا كبيرا بمدينة المحمدية من أجل تتويج الأبطال الفائزين خلال الموسم الفارط في مختلف البطولات الوطنية والدولية في رياضة السيرف وفي مختلف الفئات العمرية. روبرتاج عبد الحق بهات ومصطفى ودع. هذا الحفل الذي نظمته الجامعة الملكية المغربية لرياضة ركوب الموج بالمحمدية أصبح إذن تقليدا سنويا يتم من خلال تتويج الأبطال الفائزين في كل المسابقات والأصناف والفئات العمرية، وذلك بمكافآت مالية مهمة في بادرة تهدف بالأساس إلى تشجيع هؤلاء الأبطال للعطاء أفضل في المستقبل. هي مناسبة لتكريم هذا الرياضيين وتشجيعهم باش أن المستوى ديالهم في هذا الرياضة يزيد القدام ويتطور، وكذلك كانت مناسبة باش الإدارة التقنية للجامعة تعطي تقييم للسنة الفارطة وتعطي البرنامج الجديد للسنة المقبلة إن شاء الله. واش التتويج غيكون حافز معنوي بالنسبة لهم؟ بيان سور ك الى ربحوا بيان سور غادي يكون حافز، و ميم طون غادي يمشيو لواحد ليكسبيريونس اخرى غتكون صعيبه، مي مع ليكسبيريونس مع الوقت غادي تجيهم، وان شاء الله غادي يمثلوا المغرب احسن تمثيل. الحفل الذي مر في جو عائلي متميز عرف تتويج ابطال في عده مسابقات وعده فئات في اصناف اربعه، وهي السيرف، البودي بيرد، لونج بيرد، والدروب كني. بادرة إذن جيدة بتخصيص أضرفة مالية محفزة لكل ممارسين والمتوجين على وجه الخصوص. فرحانة بزاف لأن وصلت ربحت لي دو شامبيونات دو ماروك جونيور وديال كبار. أنا الشعور ديالي تنحس براسي فيها من ربحت هاد لا كومبيتيسيون ديال 19 ديال شامبيونات ماروك، وصافي دابا خمسة المرات وانا تربح الشامبيونات ماروك، وربحت فيس تروازام شامبيون دوروب في البرتغال. دابا كاين لي سيرفور اللي بغاو يديروا بالسيرف حياتهم، ودابا بهاد لي كومبيتيسيون نقدروا نربحوا شي حاجات اللي غيكونوا مزيانين لينا، باش دابا بحال الناس اللي ما عندهمش باش يشريو بلانشا ولا كومبينيزون شي حاجه، هاد المفاجاه غتعاونهم. ويبقى الشيء اكيد ان الحافز والجانب المادي يلعب دورا مهما في تطوير أداء الممارسين في هذا النوع الرياضي والذي عرف انتعاشا وتألقا واضحا محليا ودوليا. ختاما تذكير بأبرز محطات الخبر في هذه النشرة. قافلة طبية متعددة الاختصاصات لفائدة ساكنة جامعة تيزي وسلي بإقليم تازة في إطار برنامج رعاية الذي أطلقته وزارة الصحة لمساعدة ساكنة المناطق الجبلية التي تعاني من موجة البرد الشديد. دور الأمومة في المناطق الجبلية البعيدة تلعب دورا كبيرا في مساعدة النساء المقبلات على الوضع وتقريب الخدمات الصحية منهن، والنموذج تبعناه من دار الأمومة بمنطقة أوريكا بإقليم الحوز. وبنادي الفلين للرماية والترفيه بسلا تواصلت اليوم منافسة الدورة الثانية لجائزة المغرب الدولية الكبرى للرماية الرياضية التي تعرف مشاركة أكثر من 100 رامي ورامية يمثلون 23 بلدا. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى الغد بإذن الله.